السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظك ويحييك. كيف حالك يا شيخ خالد؟ مرحبا، الله يحييك أخي. كيف حالك؟ نشهد الله على حبكم الله يا شيخ. يجعلنا وياك حبك من أهل الله وأوليائه. يا شيخ، أنا عندي سؤال، هو هل من يبكي بسماع شريط أو موعظة بجوال وهو يعني يكون خالي ينطبق عليه قول الله صلى الله عليه وسلم وعينه بكت من خشية الله؟ أيوه ما شاء الله، وهو في خلوة يا شيخ. أخونا عبد الرحمن له سؤال. على فكرة أنا لاحظ يا شيخ أن أسئلة الكرام الليلة أسئلة طلبة علم ما شاء الله إلى الآن كما تلاحظ. حتى عبد الرحمن الآن يسأل، يقول من بكى من سماع كلام الله سبحانه وتعالى أو سماع شريط فيه نصيحة وهو خالي، هل ينال أجر الأجر الذي ورد في هذا؟ هذه منة عظيمة من الله تعالى، ذكر الله خالي من غاضت عينه العبد عينا هامية إجلالا له وتعظيما. هذه منة من الله الحقيقة أنها مفقودة. كثير من الناس يعني عنده قحط عينه قحطت من البكاء، لا يبكي ولا يتذكر الله جل وعلا ولا يجل، وهذا نوع من البلاء. ينبغي للمؤمن أن يفرح إذا من الله تعالى عليه بدمعة إجلالا له وتقديرا، لأنه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل ذلك اليوم، يعني الذي تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق قد رميل. لو تصور الإنسان هذا الموقف عالم عظيم الفضل الذي وعد به هؤلاء. نحن الآن لو وقفنا في هذا الجو البارد الآن، لو وقف الواحد منا تحت الشمس في عز الظهيرة في شدة الحر قد يتأذى، مع أنه قد يلتذ لكن في الغالب قد يتأذى من حرارة الشمس، إما في بشرته أو حرارتها فيتفاداها ويطلب ما يظل. كيف في ذلك اليوم الذي يبعث الناس فيه حفاة عراة غرلا، ليس هناك ما يقي أبدانهم ولا يقي جلودهم ولا يقي رؤوسهم، والشمس ليس في موضعها المعتاد بل هي قريبة من الخلائق قد رميل. هم في حاجة إلى أسباب تخفيف هذا الأمر العظيم. ما الذي يحجب الناس يوم القيامة؟ يحجبهم ويقيهم أعمالهم، المرء في ظل صدقته يوم القيامة، ومنه هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبعة وظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. أهنئك يا أخي، إن شاء الله أرجو الله تعالى أن يرزقنا هذا الفضل، وهو أن نكون ممن يذكره خاليا وممن تفيض عيناه إذا ذكره خاليا، لا يرجو إلا فضله. وهذا لا يقتصر لا يلزم أن يكون ذكر الله خاليا بدون مؤثر، لا، قد يكون بمؤثر. المؤثر قد تكون تتذكر نعمة الله عليك، تتذكر تقصيرك في حق الله تعالى، تسمع آية فتهمي عيونك، عيونك تعظيما لله، تقرأ شيء يعني أي شيء ممكن يكون باعث على الذكر. نسأل الله أن يحيي قلوبنا بذكره.